كرة القدم، هذه هي الرياضة الشعبية الأولى في العالم، يمارسها الجميع بكل مكان، في الشوارع وعلى الملاعب الترابية وغيرها. لكن ماذا عن ملعب كرة قدم فوق فوهة بركان؟ قبل أن أخبركم القصة، دعونا نتحدث بالجغرافيا قليلاً. تقع المكسيك على خط أكثر مناطق العالم نشاطاً على صعيد الزلازل والبراكين، والمعروف باسم حلقة النار، حيث تلتقي صفيحة المحيط الهادي بالصفائح التكتونية المحيطة. لوحده يعد مصطلح حلقة النار مرعباً، لكن على ما يبدو أن المكسيك رأت أن أجواء مباريات كرة القدم تحتاج إلى رشة إضافية من الحماس. عن أغرب ملعب كرة قدم في العالم أتحدث، والذي يقع في فوهة بركان تويوكا في بلدة سانتا الواقعة على مشارف مكسيكو سيتي، لذلك استحق لقب أغرب ملعب في العالم. وفي العادة تلعب حوالي 10 فرق من دوري الهواة في فوهة البركان خلال عطلات نهاية الأسبوع. إن عمر هذا الملعب 70 سنة تقريباً، وعند الفجر يغطي هذا الملعب ضباب كثيف، لكنه ينسحب تدريجياً مع شروق الشمس، وهناك مشاهدين طريقة واحدة فقط للوصول إلى هذه الملعب. بجدارة هو يستحق لقب أغرب ملعب في العالم. والآن مشاهدينا، دعونا ننتقل لنرى تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أغرب ملعب بالعالم، ونبدأ بسعد والذي علق: أفضل اللعب بالملعب المحاط بالأشجار الكثيفة من غير هاي الخطورة. أما تعليق التالي فقد كان لمريم، والتي علقت: ملعب بمنتهى الروعة، شيء لا يصدق ما شاء الله. أما آخر تعليق مشاهدينا فقد كان لعلا، والتي علقت: أول مرة بشوف هيك ملعب، غريب وخطير. أما أنتم أعزائي المشاهدين، كيف ترون هذا الملعب؟ هل هو مبهر أم أنه خطير؟ وإذا سمحت لك الفرصة باللعب على أرض هذا الملعب، فهل سوف تخوض هذه المغامرة وتلعب هنا، أم أنك ستفضل اللعب في الملاعب التقليدية؟